السلام عليكم، أنا مودة الأمين النجار أحد طالبات مركز الشيخ الصيد. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى من علي بختم كتاب الله عز وجل، ونهدي هذا العمل لأبي المرحوم الأمين النجار ولأمي عائشة العالم ولشيختي بارك الله فيها نبيها حكم وللشيخ علي الحامي، وإن شاء الله ربي يجعلنا من حاملين به بكتابه العزيز قولا وعملا. والسلام عليكم.